انا صراحه سلكت بين الموت والحياه، وربما هذه اول مره كنقولها. نور الدين رجل باتم الكلمه من معنى، سي سعيد بالخيار ماشي ارجى الناس واطيب خلق الناس ويقف معك ماديا ويقف معك معنويا. شوف مصيف كطلع وطلع وحده ما كنعطيش الغداء تيحطوا لك طرف ديال الدجاج كتشوفو كتشبع، غير كيطلع كوري كيلوح على شادي في عيني تسمع شادي ما قالكش اوسكار سير انت بغيتي تمشي. انا صبغوا لي الطوموبيل ديالي بالخضر ياك اسهل فتره ديالي راه مع فريق الرجاء الرياضي. انت اسمو البونتوش تهزم بلاصه تهزم بلاصه تنقول مش واقع، لكن راه اللي فرت عاد وسال الماتش لنا في لونطريمون طيح واحد، هذاك الواحد يلاه غادي ينوض لقى اللودي في الشبكه وكمل مصطفى 20 مليون واكثر ركبتي هاد وداك الديماراج اللي درتي كيفاش؟ فوالا ما عرفش ربي سبحانه وتعالى. كنت كنتبع لي فار كليت العصات انا لي فار سلام ديال اكرم اللي نقول لك شحال رينيو 5 دقائق هو واخد الشومبر لي اونفاس معايا وشاد الصباط ديال الحديد كيضرب فيه باح كتسمع باح باح نجي ديال 98 المقاليد ديالهم بوحديتها ليلة بيضاء ياك تقول ليلة بيضاء ولا حمراء؟ لا لا ليلة بيضاء حمراء كاين ماليها. نعود بكم مجددا رفقة اللاعب مصطفى بيضودان، وهذه المرة مع مسار مثير كما ستكتشفونه بأنفسكم في كل المحطات التي خاض هذا اللاعب. والبداية بالفريق الأم، ولو أننا نعتبر أنه فريق وزارة المالية هو الأول، لكن ربما الفتح يبقى فريق عريق كبير لعب له السي مصطفى. السي مصطفى سعداء مجددا باللقاء بك. شكرا موسى. نبدأ بفريق الفتح الرباطي والواقعة الشهيرة للفتح الرباطي. السنة موسم 99-2000 تفوز باللقب ديال هداف البطولة ب 17 هدف، إنجاز شخصي ديال السي مصطفى، ولكن كنت أتمنى أنه كان ينتهي بلقب ديال البطولة ديال الفتح الرباطي، والفتح الرباطي آنذاك إلى غاية 2000 عمره ما فاز بلقب البطولة. عنده كؤوس العرش ما شاء الله، ولكن لقب البطولة كان مستعصي عليه. هذاك العام كنتو غاديين بواحد الوتيرة سريعة، كنتو متنافسين مع فريق الرجاء البيضاوي، ربحتوا فرق كبيره في هذاك الموسم، وعلى بعد ثلاثه المباريات ثلاث جولات الجوله 28 كنتوا فايتين الرجاء بجوج نقاط، والجوله 28 غادي تلعبوا مع الاتحاد الرياضي تيبغ سابقا والرجاء لعبه في مراكش، والكل بدا تيهضر على انه الفتح سيحقق امال الجمهور الفتحي وهذا حقق السبق اول مره في تاريخه. انت كيفاش عشتي هذه الواقعه هذه وانت كنتي في قلب هذه المباراه وحاضر فيها وحاضر ما قبلها وما بعدها؟ فاخر شيء كنت كنتوقع هو تحصل ديك الحادثه، لانه الكاتب العام انا ذاك حاج حميد انسان كنعرفوه حنايا انسان صديق ديالنا اخ ديالنا الكبير، يعني ما يعني من الحوايج اللي انا متمكن من العمل ديالو، هذا هو اللي كان معروف عليه. نعم متمكن بواحد الدرجه كبيره وكان قريب لينا حنا كلاعبين، وهذه ما خصك تعرف ذاك الموسم المهم كان عندنا فريق قوي بزاف، لانه درجه الرجاء بالترسانه والتركيب البشريه ديالو سيطروا على البطوله سنوات سته القاب متتاليه واللاعبين متواجدين، ولكن النوعية اللي كان كيتمتع بها فريق الفتح الرياضي انذاك وجودة اللاعبين مع مدرب اللي هو سميتو تودوروف ان سيستيم جو ديال 3-5-2 وبالشخصية ديال اللاعبين تعادلنا مع الرجاء الرياضي في عقر الدار ديالهم بجوج بجوج، كان ماركا حديود وماركا المستوري. تصور ما يمكنش الرجاء ما يمكنش تربحها في الكاس تماما ودونور ضاير كامل، ولكن لعبنا واحد المقابلة اللي هي كبيرة خلات الفريق ديال جوج نقاط. حنا في عقر الدار كنضيعو حتى ماتش، اللاعبين كيقولوا شنو انا كان ماركي كان شكون اللي كان جوهر والبختي والسيباويه تيكون سالينا الماتش امبوسيبل، وكان المستوري وسهيف في مليو تيرا معهم سويدي كان ديناري في اليمن كان تا جوهر كان الروحي اللي بمناسبه ما كنت مع 12 البيت شوف الروحي كيعطيها لك شوف تكون بين جوج لعابه كيعطيها لك في المقاس ربي عطاه هذيك الموهبه، وكنت انا والزروالي الله يرحمه هشام الزروالي وكان كالحسبي
كانوا كل اللاعبين صراحة فريق كيعجب النجوم لأنه فاش كان معروف أن ما عندهاش جمهور، ولكن في البيريود ديالنا حنا لأنه كانوا غير ولاد يعقوب المنصور ولاد مدينة ولاد سلا ترجعوا هذاك الجمهور مارتينا دائما كيكون عامر. غادي يمشيو الاتحاد الرياضي، حنا في تنرجع دو بوان، وبالنسبة لنا حنا الاتحاد الرياضي تيبغى آنذاك كان صراحة في المتناول ديالنا بارابور الفرق اللي أنا جيب من المنتخب الوطني جيبها بالباسبور ديالي. تصادفتي أنك كنت في ليكيب ناسيونال وجيت أو جيب غير الباسبور ديالي دايرو في جيبي لأن كنت في ليكيب ناسيونال، دخلنا كونسونطراسيون في إحدى الفنادق في مدينة تمارة وكاين شي سبعة ديال الدراري جايبين لاكارت ناسيونال ديالهم هازينهم، ومنهم الدراري ديال اللي يسكنوا في كازا بحال السوري بحال سهيل بحال سميتو، دوك هادو كي ضروري كي معاهم لاكارت ناسيونال. الجور حتى هو كندير لاكارت تقريبا حنا شي 8 وهو في القانون وقيله 8 لا تنظن تماما 8 وكارديان سعود. دخلنا ما ديك الساعه كان الحكم العشيري كان تفاجؤوا بان البطاقه ديالنا ما كاينينش، وحتى عمليه اخذ الصور ما بقاتش ما بقاش، وعندك حاجه وحده هو تلعب لاكارت ناسيونال سينو غادي تخسر الماتش. شاد الأقدار نلعبوا بليكات ناسيونال، دخلنا يعني بثمانية ديال اللاعبين وكانت ضجة كانت بان في هذا واحد التقرير كان دارته الأخت العزيزة قايمة بالعشي في التلفاز نتذكر هذاك كانت معنا في الماتش كانت حاضرة معنا في الماتش قايمة واحد الهراج وواحد الشنآن داخل تماك بين المسيرين ديال الفتح الرباطي، المهم كانت واحد أجواء ربما وتيرا كله راه جاو طبيعي يشجعوا الفرقه فرقوا الاتحاد الرياضي الاتحاد الرياضي تيبغي ما كانش عندها جمهور الرجاء الرياضي ما كان كله جمهور ديال الرجاء ديك الساعه انا مقلع واحد منه واحد منه تيرا احنا ب 100 لاعبين ودايرين واحد لواحد بريمير ميتو، ولكن فريمون القوه ديالنا كلها مشات يعني اللي غادي يزيد طير بله هو تطرينا البختي ايوه ولينا لاعبين بسبعه تماما والكارديان هو ثمانيه، دونك القانون كيخليك كون نقصنا غير واحد ما دونك المطار مشى قال لك جاب لي ليسونس من تير الفتح هرسوا له مجر ولا رجعوا زادوا جوج لعابه في بدايه ديال الشوط الثاني ولينا لاعبين بعشرة، ولكن فريمون زاوت باقي كنعقل بزاوت ماركا في الدقيقه 90 الرجاء ربحوا في مراكش. كنتوا ديك الساعه ايبويزي يعني كنتوا لاعبين الميطه الاولى ناقصين يعني ناقصين وكلكم كل كلكم عندكم صعيبه باش تلعب شي هذاك جوده اللاعبين اللي كانت متواجده تاسك في التبغ الرياضي راه كانوا لاعبين في المستوى الكبير، ولكن باش تخرج لانه ضغطوا علينا بزاف دوك بدنيا نهارينا صراحه. الشوط الثاني صافي وصلت وبقينا شادين معاهم وكنا غادي نسجدوا جا زاوت في الدقيقه 90 ماركا اللي خصف بالامل ديالنا لان كنا سحقوا التتويج انا ذاك وكانت وصمه عار صراحه على ما عرفش انا ما باش ما نظمش شي خطا ديال من الله اعلم، ولكن الله اعلم باش ما نظمش اخويا منصف شي واحد امام الله لان هادشي غادي نتحاسبوا عليه امام الله فهمتيني. دونك حنا ما عرفناش الحيثيات والكواليس كيقول لك الحاج حامد لا ما عمرو الانسان راه تينسى راه حنا راه بشر ماشي زعما ما عمرها طرات في التاريخ 28 دورة وتتصيب راسك انا الجهد ديال شنو هي 28 دورة وانت كتقاتل وكتضحي وهادي سميتو يعني علاش المقابلات لانه غادي ندخلوا لي فار تماما خسرتوا معاه بواحد صدقنا من المرتبة الأولى المرتبة الرابعة تماما باقي كنعقل يعني انا صافي ديك الوقيتة فريمون صافي ديك الوقيتة ما كذبش عليك لان واحد الحسرة اللي هي كبيرة ما يمكن الجهد ديال الموسم كامل كيمشي لك في واحد راجعين في الطريق الماتش والله ما بقيت عارف انا بعدا لانه طرش انا من بعد نهايه المقابله مع عشيري قال لهم يعني بصقت عليه وعايرته وداك الشيء ما كانش لانه انا كنت غادي بواحد الوتيره ديال هداف البطوله ربما كنت غادي نوصل لواحد الرقم اللي مزيان لانه بقاو جوج المقابلات ممكن انا نسجل فيهم ونعزز الرقم ديالي وقفوني اربعه مقابلات داروا استئناف هي هذيك جوج المقابلات سالت ما لعبتش انا جوج المقابلات الاخيره ما لعبتهمش اذا وقفوا كان تم التوقيف ديالك في هذه المباراه وما داير لا بيدي الصراحه الحكم العاشر والله ما داير لا بيدي لا ما سي نورمال كتكون ديك ردات الفعل ديالك ولكن ما غاديش لدرجه توصل البصق ولا المعيار ماشي من تربيتي وماشي من الاخلاق ديالي مي تتبقى صراحه كيحز في النفس لانه مجهود ديال عام كامل مشارك في دورتين قدر الله وما شاء فعل. قلتي واحد الكلمه ممتازه سي مصطفى قلتي بانه صعب انه نعتبر الامر مؤامره صعيب ديال شي واحد ولا تام شي واحد ولكن تبقى
وصمت عار في تدبير واحد المباراة وحنا نلعب واحد المباريتين من اللقب أو شيء من القبيلة ده. أسف أنه حتى الموسم الآخر الفتح تتكلسة مور رجع عاوتاني تتكلسة الثاني هذا من ربما كانت الفترة كانت زاهية في تاريخ الفتح الرباطي وماشي من الاستغلال ديالها. هنا غادي ندوز معك النقطة الثانية وهي ديال الشباب السعودي، اعتبرناها في الحلقة الماضية بأنه سبب غيابك ديال المنتخب المغربي كان ربما نعتبره خطأ في المسار ديال بيدودان، على الأقل كان يقدر يلعب في دوزيام ديفيزيون ديال فرنسا ولا ديال البرتغال ولا شي حاجة ومن تماك تكون انطلاقة. ولكن في ذاك الوقت بطبيعة الحال بطولة الخارج ما كانتش تتبعهاش الناس، ما كانش النقد التلفزي. تتصادف أنك حضرتي كأس كؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي، احكي لنا على هاد جوج، لأنه في آخر مطاف أنت باساج سريع وحضرتي جوج مناسبات كبار. هو انا كنت اعاره لمده 6 شهور وكان معايا صديق ديالي انا داك مشى معايا سيباوي صالح سيباوي، قال لنا شكون اللي كان جلبنا لتما الشباب السعودي وتظروف. انا كتمشي بهذ القيمه ديال المدرب انه عقل بان ديتي معايا بيتور وفرحتي ودرتي لي واحد الاسم، يعني الى جانب الزملاء ديالي انا داك درتي لي واحد الاسم ديالو باش انه مشى للشباب السعودي. فمشيت اعاره 6 شهور فلقيت ثقافه اخرى، عادات اخرين. انت مولف مثلا هنايا مثلا في الرباط كتمشي مع الاصدقاء ديالك تخرج الكافي وقت اللي بغيتي، تما كاين كتصطدم بواحد الواقع اخر، كتعرف دوله متزمه كنت في الرياض اجواء الحراره بوحديتك، فصعيب باش تاقلم، صعيب باش تاقلم يعني مع الاجواء ديال الدوري المحترف السعودي. انا رجعت ولكن هما امنوا بيا بغوني مازال، دوك غادي تكون شهرين باش غادي نلعبوا كاس كؤوس وكاس العربيه، وشكون اللي غادي يمشي معايا؟ يمشي معايا كاماتشو وعمر حسن، كنا حنا ثلاثه ديال المغاربه حيت اقتنعوا بيا وجاو حتى لهنا المغرب باش زادوا معايا. جا قال لعبنا غير كاس الكؤوس والكاس العربيه وصافي، حيت ما بغيتش نرجع حيت هما بغاو يزيدوا معايا كونترا ديفينيتيف، انا ما بغيتش نرجع، صعيبه اجواء صعيبه. وما كتبلكش انا كتلعب هذيك المباراه؟ ما كتبش ليا لانه صراحه كتبين الموت والحياه، وربما هذه اول مره كنقولها. اش نقول لك اخويا منصف، تصابت بواحد الحمى اللي وصلت حتى ل 41 42، حتى والله العظيم اذا نقلتي بين الحياه والموت يعني راه تعبير صحيح. والله العظيم انا ما عارفش، يعني انا تنقول درجه الانسان العاديه 37 ولكن كتوصل 41 42 كتولي كيقولوا لك الهلوسه الهلوسه، لدرجه ان كنعيط للوالده سمحوا لي وهم مخلوعين ما عارفين شنو كاين، لانه فعلا ديك الساعه تم بيا الفريق الشباب السعودي، مشيت للكلينيك السيروم يعني 24 ساعه وهم مقابلين. وباقي الماتش ديك الساعه نقول لك بحال لاعبين السبت تصابت بديك الحمى الاربع، دوك دوزت لها الاربع الخميس الجمعه عاد انخفضت الحراره ديالي زعما باش نلحق بالمقابله. شوف وباش بغيت باش نلحق بالمقابله وهي راه يستحيل، واخا تبغي تلحق بالفينال يستحيل، ولكن حضرت المقابله، ولكن حضرت المقابله ديالي واخا باقي فيها الدوخه باقي فيها فهمتيني. دونك وفزنا بديك كاس الكؤوس وغادي نلعبوا السوبر كوب مع واحد الفريق واقيلا الصيني، صيني كان ماركا عمر حاسي، درنا جوج جوج عندهم كاماتشو كان واقيلا تا هو سجل، وجينا في الديار السعودي ونهزمنا في السوبر كوب. دونك كانت تجربه اللي لا هو ما عليها، لا بغينا لا هو ما عليها تماما. 2003 تتكون احد مساهمين فوز الرجاء بكاس الكاف، فزتوا هنا في الدار البيضاء بجوج الاهداف لصفر، كنت انت احد المسجلين هدف الفوز، وتتمشيو لكاروا تحت اشراف المدرب الفرنسي اونري ميشيل باش تدافعوا الحظوظ ديالكم باش تفوزوا بكاس الكاف اللي غادي يكون اول كاس ديال الكاف تفوز به يفوز فيه فريق الرجاء تحت اشراف العميد ديالكم السي مصطفى الشادلي. كرسيدي فاس حكينا في هذيك الاجواء، لانه انا باقي نتذكر في هذيك المباراه وانا كنت مازال انذاك مازال كنت صحفيا بانه وصلتوا المدينه وتنقلتوا لكاروا في هليكوبتر وكانت اجواء ربما لي سي فغي، لانه 2003 علاش بقات واحد ذكرى زوينه بزاف، لان الكره المغربيه كانت في واحد الفتره اللي كانت صعيبه، كان جفاف الالقاب وي اقصاء فريق الوداد الرياضي الجيش الملكي المنتخب الوطني الرجاء، كانت صراحه كانت مع اوري ميشيل ما يمكنش باش تلعب غير باش تلعب معاهم ديك القصه صعيبه، لدرجه انه هشام ابو شروان في ذاك الفينال كان رون بلاص
كتعرفي سام اوبسرور بالقيمه بالقيمه ديالو وبالتاريخ ديالو مع فريق الرجاء الرياضي. انا تيبان لك، ولكن انا تيبان لك النظره ديال المدرب والثقه ديال المدرب وكذلك نوعيه اللعاب. يعني ابو شروان ما ادرك ابو شروان، ولكن قاس بونتوش وفرحان على اللاعب انا وديالو، هو اللي انا سجلت الهدف الاول ودخل في بلاصتي، هو اللي عطى الباس ديال الهدف الثاني اللي على الاقل ربما قتل المقابله، لانه عرفنا بانه غادي يمشيو للكاميرون غادي نتعذبوا. لانه بعدا جلسنا في واحد لوطيل ما فيش لاسانسور، انت راك في تروازيام ايطاج كتشوف شي كل درجه هي درجه، كتطلع شوف مصيف كتطلع وطلع وحده ما كنهبطوش للغدا ولا في لونطريم زعما باش طلع وتهبط. لا دوك الدروج اونطريمون ديجا ديجا اونطريم، والماكله بصراحه ورمضان والماكله ما تقدرش تاكلها، عرفتي واحد لاصوك ما كتشوف كتشبع، تيحطوا لك طرف ديال الدجاج كتشوفو كتشبع. جاب الله الدراري عارفين، الدراري عارفين لافريك شنو فيها، مسلوب ناطير تجديد جبتو معكم الطون والله العظيم الا داكشي ديك بون كونسيرف والله العظيم هو باش عشنا في ديك الوقيته والله العظيم ديك لابيريود هذه سميتو. ولكن الغريب لانه وصلنا للعاصمه غادي نمشيو لكاروا، كاروا بعيده على العاصمه ياواندي ياواندي، ولكن باش نمشيو لكاروا ما كايناش لوطوروس، مشينا بهليكوبتر قطع على واد باش وصل والله العظيم قطع بهليكوبتر، زدنا بهليكوبتر باش مشينا لا 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 لكاروا. هذه مباراه ولا رحله استكشافيه؟ والله العظيم باش عرف، شوف باش عرف لافريك كي كان ديك الساعه، ديك الساعه فريمون ادغال افريقيا اسم على مسمى صعيبه بزاف باش تعرف في ذاك الاجواء وفي رمضان. ولكن كتشوف الدراري انا عقلت هذاك الماتش مزيان يعني حطيتوا اللحم ديالكم صراحه. وي وخصو شادي شادي كيجي شي كورنير كيكون عندك المهاجم ديالهم كيشد حفنه ديال التراب، كتعرف البلاصه ديال لي غارديان ديما كتكون محفره فيها التراب وهذه سميت، هو كيهز ذاك المهاجم كيهز الكوشه ديال التراب غير كيطلع كورنر كيلوح على شادي في عينيه تسمع شادي شوف هذه اول مره طلعت والله العظيم شادي انا يعني كيبان لك هنا روح المسؤوليه ديال اللاعبين وتقاتلنا وسيطرنا. انا ضيعت الماتش والتيران كان كارثي، ضيعت انا بعض الاهداف قلنا 0-0 وذاك اللقب كان غالي، وهي هذيك المناسبه فاش عيطنا سيدنا تمام. وتنذكر بانه في هذاك فاش رجعوا من المطار كنت في الاستقبال، كنت مازال صحفي واستقبلت السي مصطفى الشادلي، كيفاش شاد الكاس؟ لان هذيك كانت اخر نسخه، لان كانت كاس الكؤوس هذه هي اللي بغيت نقول كانت اخر نسخه احتفظ بها فريق الرجاء الرياضي الان في الخزائن ديالو تماما. وي هنا غادي ندوز معك السنه المواليه وهي ديال اللقب اللي حصلوا فريق الرجاء بشكل مثير جدا، وهو اول لقب ديال البطوله ليك انت. هو اللي كنلقى نقص الخزينه ديالي تماما. بديتي في الحصاد بجاء موسم الحصاد 2004 الرجاء لعب في قنيطره ماتش ديال نهاية البطولة، موليفار لعب عند الكوكب وليفار سبقكم بالنسبة لكم نتوما، الجيش الملكي هي صاحبة اللقب. وي نتوما رابحين الكاك، كنتي واقيلا سجلتي شي هدفين 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 سجلت حتى فرقة ما خليتها في التيقار كلشي حتى حارس ما خليته في التيقار ولكن هذيك اللحظة تسمع بأنه المباراة ديال الكوكب والجيش الملكي ضد على كل التوقعات تتمركا البيت الثاني ديال التعادل. فهمتي كان معكم جمهور ديال الرجاء في قنيطرة؟ جمهور شوف جمهور هذاك تكون في فنزويلا يكون فنزويلا يكون معك كان جمهور، ولكن على صراحة لأن فريق الجيش الملكي كان قوي تماما، جيل كبير جيل كبير كان كنا هي الساحيل. أنا باش عارف الكورة ما فيهاش كتخدع شي منطق، لأنه قبل ذاك الموسم شكون اللي حيدنا البطولة حنا؟ حدثنا الكوكب الهدف ديال الزبدي ديال جوج الكره، حنا جوج لواحد. الوداد لعب مع اكادير اي تماما، الوداد لان ديك الساعه كنلقى الوداد غادي تعطي الماتش لاكادير، وداك الشيء ما كانش فيه، تعادلوا مع اكادير، حنا خصنا نربحوا، الا تعادلنا خصو النسبه الخاصه واقيلا اكادير كانوا رابحين في اكادير، دونك الوداد تعادلوا داروا اللي عليهم. دونك كوش كان بيدينا حنا رابحين بجوج لواحد، ماركت الهدف ديال البطولة، كرة جات لأنه شحال من واحد لا بكاري لا كان خصو يدير خطأ تقني، أي واحد دابا أنتم دابا غير الشوفة سهلة عندكم أنك تقولوا خطأ تقني، نو هذيك الوقيتة مسكين هو صافي الزبدي درم عليه ما عندك كيدير جوج جوج بقات فينا، والكوكب حيد هذاك حنا ماشي خلاص حنا لاعبين منصف لاعبين المركز الثاني
غنشاركوا في الشامبيونز كاين شي اللي متوقعين مع الماركي ربح بخمسه لجوج تاسمو البونتوش تهز من بلاصه تهز من بلاصه تنقول واش واقع والماتش ملعوب باقي حنا عندنا شي ثلاث دقائق ديال اللعب كنرى لي فرت عاد وسال الماتش ما تصور في اخبارك انا الهيستيري شداتني فرحان والماتش باقي ملعوب خرجنا من هنايا داك اللقب اللي توج به صراحه عمره ما يتنسى ليا توج به كهداف البطوله المره الثانيه على التوالي تماما وبالبطوله اللي كتنقص الخزائن ديالي ممتاز ولعبتو في نفس السنه لعبتو كاس العرش ضد الماس ديال 2002 لقات بقات معطله اه وي سي فري وماركيتي الهدف الثاني فيها على داك وكتزاد واحد اللقب مراها تتمشي في واحد التجربه اللي كانت غريبه عند البعض وهي مشيتي لروسيا لفريق روستوف اش مشى يدير سي مصطفى في روسيا لانه كانت من الشروط باش تلتحق بالمنتخب الوطني اييه تمام وباقي زاكي ديك الساعه اتفق معك زاكي كيقول لك المنتخب كان عنده مبدا قلنا اللي في اوروبا هو اللي يجي تكون الريتم عالي ديال التدريب والمنافسه اللي في الخليج لا دوك خصني انا باش نبقى في ليكيب ناسيونال خصني اوفر يعني في الدول الاوروبيه وخا تكون اوروبا الشرقيه وكان ديك الساعه يعني وكيل الاعمال ديالي هو رشيد تاجموت تعرفت عليه صراحه مناجر في المستوى اللي تيقول لك نلقى لك فرقه نلقى لك فرقه كنتصل به هذا ما قلتها ليش كنتصل به شفنا شي فرقه زيد لا فعلا شوف رشيد تاجموت من الوكلاء الناجحين ماشي كي ماشي زعما كي لا كي حيت كي وكيل الاعمال اش كيدير؟ تايد ديك الفرقه كياخذ البورسونتاج ديالو كيخليك ما عندهاش لو سويفي والتجربه ديال الخرازي اللي وقعت لي لاعب كبير في الرجاء كيفاش لعبوا به في الفرق كاملين وكيفاش انه مشى المسار ديالو كله بسبب السماسير ديال الانتقالات روستوف مشيتي ليها كيفاش كانت الاجواء ديال الممارسه؟ واش كان الفلوس تماك؟ واش كان مردوديه ماليه؟ شنو كان؟ هو بطبيعه الحال دونك ماذا مشيتي انا مشيت غير اعاره ديال موسم واحد بغيت نجرب الاجواء الاوروبيه كيفاش دايره وهذه بطبيعه الحال ضروري انا قبل ما جاني الاوفر شحال تاخذ شحال تاخذ شحال تاخذ مشيت لسميتو تيقولوا لي اه صاحبي راه البرد انا دابا كنت واخذ واحد الفكره الدوري الروسكي داير وهما عكس السيستم ديالنا حنايا كنبداو في شهر 8 ولا 9 وكنساليو في شهر 6 هما لا هما كيبداو في شهر 3 وكيساليو في شهر 11 لان من 11 ل 3 كلها الثلج لا تخاف تتكون كلها ثلج فين هو اصلا لا كونسونطراسيون قبل فاش نسيني معاهم راه مشيت لتركيا سينيت في تركيا ما تمسكوا بيا ودي سميتو قالوا لي والو خافوا انني ما نرجعش ليهم مشيت تما كنخلى واحد حس بدو حس الدعاء بشويه قال لي صاحبي البرد تما قلت له اللهم قلت له راه البرد هو برد الجياب انا في المغرب ما تما راه شاد فلوس وسخون عندهم شوف عندهم لي مويان شوف فايتينا بزاف عندهم واحد القانون ديال ان المحترف مثلا انا غادي نمشي بحالاتي باقي ما خلصونيش انتردي سينون مع شي محترف حتى يخلصوني انا اه وي كانوا الرئيس عندهم سميتو عندهم ماشي بحالنا حنا كينتخبوا عليه رئيس الكلوب ديالو كامل اش قالت ليه طلع ليه الدم كيبيعو صاحبه يقول له بغيت تشري الكلوب ديالو وحق الله العظيم ما عندوش هما الرئيس هو اللي تيحكم في كل شيء وصحيح انا حتى المنح كانوا فيهم شي منح منح كتوصل حتى 20000 دولار 30000 دولار بعض الاحيان وسيرتو مع الفرق ديال موسكو غير موسكو فيها سبعة ديال الديربيات عجيب فيها تسيسكا فيها توربيدو فيها سبارتاك المهم سبعة ديال الديربيات الفلوس كانت تيجي عندك حتى يدك السي مصطفى ويلي تيتم تم الرئيس إذا كان فرحان جيت تم نهز واحد الساك وربحنا ماتش كتخلص ديك الساعة الصالير هو اللي تيدوز فيرم تا باقي كله باقي كله سميتو سخنتي الجيب ديالك بالصحة والراحة كانت البرودة تماك جيتي للمغرب التحقتي بالرجاء عاوتاني لهي البروده هنا السخونيه دخلتي مباشره في نصف نهائي ديال دوري ابطال العرب ضد الهلال حطيتي اربعه البيوتا واش كنتي فرحان انك رجعتي للمغرب كيفاش هذا الانفجار اللي وقع لك امام الهلال السوداني هو قبل الهلال ما كانش ساهل ديك الساعات هو اللي قصى فريق الوداد الرياضي وكلشي كان قال فاش في الدوري الفرنسي كلشي قال لك غادي يقصي الهلال السوداني غادي يقصي فريق الرجاء الرياضي غير قبل منا انا كنت متبع فريق ديك الساعه انا في روسيا وكتفرج في المقابلات ديال فريق الرجاء الرياضي خسروا 2-0 مع الزمالك في مدينه الدار البيضاء وي والزمالك وما ادراك ما الزمالك ديك الوقيته راه فريق مرجعي فريق ديال الالقاب صعيب الماتش ديال الروتور انا ما تفرجتش في الماتش مع السلامي مشاو قالوا لي
ربحوا بثلاثة. ثلاثة كيفاش؟ يا جور دار حالة داك العلودي. قلت له كيف ثلاثة؟ تأهلوا الدومي فينال. تماما تماما تماما. أنا رجعت ديك الساعة من الديار الروسية أون فور. ديك الساعة لعب أنا الماتشات. رجعت ولكن قص واحد الفترة ديال كان جور تما ولكن بقيت عاطي الله سير باش نبقى حافظ على اللياقة البدنية ديالي غادي أوتوماتيكمون غادي نرجع للفريق ديالي لأنه كنت غير إعارة. غادي يجي الماتش ديال الدومي فينال كان أوسكار فيروني ديك الساعة. وديك الساعة أنا عندي ركبة مضروبة شي شوية. وخصني نلعب ذاك الماتش لأنه مصيري مليار صح في الفينال هاتي مليار في 2004 حديث ولا هارج وداعان يا فقر الله يلعادي دخلنا شو سبحان الله بعض المرات لأنه إحنا المهاجمين أخويا منصف كان عيشوا بالأهداف أي مهاجم وأنا كنت من المهاجمين إلى ما ماركيش تبقى مريض علاش ضيعت بعض المرات إلا أعطاتك الكرة تقدر أي فرصة نص فرصة تسجلها بعد مرة كتهرب عليك تيجيك الأولى والثانية عاد كتمارك الرابعة هذاك الماتش العلودي الناس نقول لي أنا البوراق العلودي كان في الأول العطاء ديالو ديك الساعة لأنه أنا مشيت خليته لأن العلودي عندي واحد العلاقة وطيدة لأنه كان باقي صغير في ليكول كنت نجي كنفطر أنا وياه فاش بدا تيعتمد علينا وراني ماشي كيبدا يضيع في البيوت تيبقى يضرب في الارض وهذا النظر انت كدير توصيل للجمهور غادي تنوض عليك كنحل بحال هكا اسمح لي كنهضر ولكن هذه هي اللغه ديال الكره طبعا بحال فقلت له مازال غادي تحكم ومازال غادي تسجل ومازال غادي تفرح وفعلا لعب سنة في ذاك الماتش العلودي لا راهو كومشا خلى بلا ما نذكر واحد السمية واحد النهار في لونطريمو طيح واحد هذاك الواحد يلا غادي ينوض لقى العلودي في الشبكه والله العادي ما احترم باش جبت الاسم ديالو والله العادي العلودي السرعه ديالو خياليه ساعدك انك تجرب بهذا البيوت العلودي اللي انا عطاني ضربه جزاء مقابله ضربه الجزاء هي الاولى جيت حطيتها وذكرت واحد الطريقه ديال واحد اللاعب كيسالتي فيكسي غارديا وما كيقدرش عاد باش كيهضر وفعلا غارديا ما تحركش جا من بعدها وقيلة ما كاملش حتى ربع ساعة جا البيت الثاني دوك الشيطات انا كنطير فيهم كيموتوا عليا المهم جا باش ما نيف برجل باش ما كان جا الهدف الثالث دوك هنا بالتجربة ديالي وبالخبرة وبالإحساس ديالي لأنه المهاجم راه إحساس نعم. كتحس بالبالون فين غادي يمشي غادي يلوح عليا مسلوب هذاك الديفونسور أنا وهمته بأنني غادي ديالو هو بالراس غادي يقدر يشتها هو غادي يرجع للكارديا انا غير وهمت في ذات ليفات وانا نلقى حدايا ماركه البيت الثالث جا الدوزيام ميطو العلودي غادي يدير فيها براسه ديال الماركه الرابع والهداف عنده خمسه والهداف غادي يعطيه 20 مليون بقى لي بيت واحد وبامكاني نسجلو ولكن الهدف الرابع دخل فيه الكارديا فخاد لي الركبه ديالي والطبيب ديك الساعه العرسي تحيه ليه العرسي تيقول لي ما كملها مصطفى 20 مليون وقت اللي ركبتي المهم خرجت ما كتبلكش لانه ما كتبش ليا وي ما كتبش ليا والرجاء فاز بهذاك اللقب امام انبي المصري بدا مع اللقب وتكتب لك انك تلعب عاوتاني جوج نهائيات مع الوداد ضد وفاق قسطيف 2008 ثم الترجي في 2009 ما كانش الحظ انك الوداد يفوز انا ذاك بالبطوله ولكن رجع معك الاوسكار ذكرتي اوسكار كيفاش أوسكار أنه سبب في الرحيل ديالك من الرجاء في الوقت اللي سبق لي أنه كان مغرم بك وي وقال لك مباشرة شوف فاش ماركيت كرفات البيوت فاش ميت خارج قال لي شوف لأن أنا كيف ما قلت لك صراحة ضربت براوات الناس اللي ما عارفينش باش لعب ديك المقابلة ضرب شي جوج البراوات باش تهدن داك الألم اللي كنت كنحس به وتا واحد ما كان عارفه وفاش تميت خارج على النقني قال لي كنت عارف بان تقدر تلعب حتى برجل وحده تقدر تلعب بها جو تام بحال هكا قال لي بحال جو تام بحال هكا جو تام لانه فعلا كان كيبغيني بزاف اوسكار لانه واحد الوقيته وصلت لدرجه انه هربت عليا بعد المقابلات هربت عليا حس تهديفي وغادي يجي الديربي نورمالمون مدرب اي مدرب كيجي باش كيعطي 11 اللي غادي يدخلوا فلان 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 هو جا دار بيضودان بليس دي بلوس 10 دوك بيضو دار هو الاول ودوك العشرة باقي مع الليل لان كلشي كان فالابل في ديك الوقيته هذا تيبين الثقه كبيره فيك وما كذبش عليك انا لقيت انا
التغيير اللي طرى الاوسكار واش لانه كان مدرب كان كيقوم بالعمل ديالو وكان احترافي، ولكن واحد الوقيته جا صافي اوسكار هو اللي تيحكم في الرجاء وهذا يقدر انه كيلعب في كاع في التليفون وكتريني انت وهذا ماشي مشكل كان مدرب، ولكن وقعوا لي مشاكل كانوا مشاكل اللي هي شخصيه كانوا سميتو، ولكن ديك الوقيته محتاج انا السوتيان وي ربما هما يقدروا يحلوا لي المشكل الشخصي فهمتيني، لانه السوتيان مغال طبيعي تحب المغال وهذا سميتو هما شنو قالوا، قالوا بانه بيضوضه انتهى بدل ما قدرش يعطينا شوف هو في المشاكل ديالو عاد يعطينا حنايا دونك، وهذا ما كانش احترافي لانه انا ما مريتش مرور الكرام فريق الرجاء الرياضي. الى الى عطاوني هما واحد الاسم حتى انا راه عطيتهم القاب صحيح، وربما داكشي اللي عطيت انا بارابور مثلا الى جينا نشوفوا القيمه ديالو الماديه وهذه ممكن تكون القيمه اعلى، مي الحياه اخذ وعطاء. ما قالكش اوسكار سير انت بغيتي تمشي حفاظا حفاظا على نفسي وحفاظا كذلك باش ما يقولوش بالظن غادي يكون سبب أزمة نتائج فريق الرجاء الرياضي، لأنه شوف تقدر دابا أنا وياك كمصيف صحاب وتجي واحد الوقيته تقول آه سميتك أنت ما عارف السنية ديالي هذه في حد ذاتها بالنسبة لي أنا آه وي نادى عليا ما ناداش عليا بالاسم ديالي، لأن هذيك الوقيته لأنه شفت واحد الحيف من بعض المسيرين ديال فريق الرجاء الرياضي واللي كانوا صحابي، ولكن ربما حتى هما كانوا مضغوطين ونعذرهم كانوا مضغوطين ما قدر حتى واحد يواجهني شنو غادي يدير المدرب، ولكن بطريقه فنيه راه في دار الحق دابا جا عندي غير واحد شو سبحان الله العظيم واحد ليكزيرسيس كنا غادي نديرو عيط لي جور عيط لهشام عيط لفلان ويقول لي فو مسيو انا ما عجبتنيش ديك فو مسيو ما كتعرفش الاسم ديالي وصرتها دابا راه مزيان من وضحتي هاد الامور لانه الناس تيقولوا فاش مشيت للوداد من الرجاء الوداد راه حاقد على الرجاء وهذا راه ما بتاتا بقيتي انت بقيت انا جماهير بجوج فوالا هذيك الوقيته صافي انا صرتها قلت مصطفى الا مشيتي تشتت بالمشكل والرجاء كتمر بواحد الازمه ديال النتائج بقى احتراف هي هذيك مشيت للفيستير غير بالضحك واحد الدري صاحبي خدام في رونو دام عيط ليا كانت هو اللي خديت من عنده الطوموبيل اسميتو زيد العابدين واحد مراكش قلت ليه قلت ليه راه شنو وقع ليا مع اوسكار شنو وقع ليا مع اوسكار قال لي جي عندي السونتر فيل مشيت عندو السونتر فيل قال لي واش مشي للكوكب هو غادي يضحك معايا قلت ليه مشي للكوكب لانه ما خصنيش نبقى في الرجاء الرياضي كون بقيت في الرجاء الرياضي وكانت ازمتها يقولوا غادي نرجعوا لك انت بيضوضة انت اللي بقيتي انت اللي سببتي لنا المشاكل عيطت لواحد السيد سميتو الحراق هذا السيد الحراق الله يودي ديال الماس ديال الماس نهار اللي شفتو وانا الماس كانوا كيموتوا عليه الماس لانه كان واحد العلاقه زوينه كنت كندير ماتشات كبار الماس هما بحالهم بحال الجيش الملكي نسبه الاهداف اللي سجلت على الماس والجيش كنت مصاحب معاهم بالنسبه لتسجيل الاهداف عيط المرنيسي ديك الساعه المرنيسي كان السيد المرنيسي قال لي راه بيضوط انا غادي نمشي للكوكب قال لي لا حباس راه حنا بغينا تفاهموا فريق الرجاء الرياضي مشيتي للماس مشيت للماس دوزتي في الماس وجاتك الفرصه انك تمشي مجددا خارج المغرب ومشيتي لتونس تونس انا ذاك كانت تمشي لها اللعابه المغاربه كانت تونس ديك الساعه الدوري ديالهم ربما اقوى من الدوري المغربي مشى ابو شروان مشى البدراوي محمد البدراوي ديال بني بلال مشى كاماتشو مشى وكلهم تالقوا تماك تبقى انك منحتي واحد اجمل شيء منحتيه للنادي الافريقي هو تلك المباراه الشهيره امام الترجي وثق بيا انه واش انا مرضي ديك الساعه ولا لان اول مقابله غادي تكون داك الديربي مع الترجي الغريب في الامر بين قوسين من 97 ما ربحوش ما ربحوش من 97 يعني 11 سنه الغريب في الامر هو ان فاش وصلت المطار توس قرطاج كنشوف المطار المطار تطلع البر ما تلقاش البلاصه ديالك كنشوف المطار عام تنقول ياك ماشي وزير غادي يستقبلوا ولا شي رئيس وهذه كنت واقيلا متزامنه السفريه ديالي مع هما راه جينا على ودي بحال شي واحد غادي يحيد لهم ديك العقده عجيب لانه هما شافوا طالعوا على الفيديوهات ديالي وهذه واخدين واحد الفكره وبيختو ماشون قال لهم لا انا بغيت هذا اللعاب هذا جيبوه هما قالوا بكثر ديك العقده ودير بك القريب قالوا هذا هو اللي غادي يحيد لنا هذه العقده هذه والله العظيم جيت لتونس وبالمناسبه كنت مشيت للوطيل ونتلاقى بالسي سعيد بالخيار
ما نساش الفضل ديالو لانه كان سابقني. وي شوف سالي بالخير مثل الاب ديالي، لانه بقات العلاقه ديالي من 2004 الى دابا كتهضر على 20 سنه دابا راه. وي سي سعيد ارجل الناس، شوف ماشي ارجل الناس واطيب خلق الناس، ويقف معك ماديا ويقف معك معنويا. وشوف راه ماشي معايا، ربما انا علاقتي معاه خاصه، راه مع الجميع تماما. راه ملي كتقول لهم سعيد بالخير ايتي قال لانه السمعه ديالو زوينه، كان نقي كان كريم في الحياه ديالو تماما. رجل مواقف، رجل بمعنى الكلمه. بهذه المناسبه تحيه ليه، راه كنبغيك بزاف سي سعيد. وباقي كنشوف كان اي يومين هذه كنشوفو انا وياه، كنعيط ليه حتى يصيفط ليا، زعما رجل بمعنى الكلمه. دونك هو عاوني في ديك الوقيته، لانه تونس كتعرف الاجواء كيفاش دايره، غادي يجي الديربي وانا مولف الديربيات مع الراجل، عارف الاسرار، عارف الضغط اللي كيكون في الديربي، ولكن ماشي بداك الهستيريا ديالهم، راهم من اول الناس اللي داروا التيفوات. وي صحيح. التيفو اللي داروا، داروا بحال شي واحد، شي ملك غادي يجي غادي يحيد لهم ديك العقده. عرفت واحد التيفو رائع جدا. موتيفاسيون كبيرة. موتيفاسيون كبيرة. وخصك تدخل في الاجواء وانت اول ماتش، ويلا غادي تعرف اللعابه اصحابك وهادي، وراه بحال كنلعب معاهم هادي سنوات. انا حتى التجربه ديالي نفعتني في فريق الرجاء الرياضي. كنتو معادلين معاد؟ كنا معادلين ولاعبين ب 10 ب 10 ودقيقة 80 دقيقة. خصنا نمشي نقول بيختو مارسون شونجمون، عييت ما قدرتش. انت في هذيك الوقيته تقول عييتي، تقول لي صافي، لانه فعلا ما قدرتش. وهذاك الديماراج اللي درتي كيفاش؟ فوالا ما عرفتش ربي سبحانه وتعالى. انا ملي تنشوفو تنقول هذا الديماراج كيفاش مشيتي في اليسر بطريقة ولا باس بليسرية. حيت خص وي. يحيى وسام بن يحيى مصطفى بيضودان يلعب قصيره مع اسامه السلامي في الرواق، مصطفى بيضودان متابع من حمزه زكار بيضودان بوكود ولا هدف الاول، وسام بوكود ولا هدف الاول، تمريره حاصله لمصطفى بيضودان في القائم الثاني الواجب التمريره مصطفى بوكود. اذا يتوصل لافتتاح التسجيل في 89 دقيقه لاعب في ملعب. منين خصك تشوف المجهود اللي دار طيله المقابله، تنقول موسى يوكونغ واحد هو اللي ماركا موسى بوكونغ. بوكونغ ولكن الطريقه، يعني ذاك الفكر بانه تعطي لا روميز وتطلب كره من ورا الظهر وتهز عينيك وتعطي ديك الباس وصفر الحكام، يعني راه عرفتي شناهي حيتي لهم ديك العقده. انا ذاك الليله الدار ديال في تونس ما عباد الله ما ليله بيضاء، ياك تقول ليله بيضاء ولا حمراء؟ لا ليله بيضاء حمراء كاين ماليها خلوها زيد زيد بيضاء داس. وفعلا ديك الساعه طبعت في قلوب الكلوب افريكا كلوبيس، تحيه ليهم كلوبيس. وي كلوبيس. كيفاش كان، شنو اللي كان بان لك انهم عندهم متميز على المغرب في انذاك؟ واش نظام التحفيز المالي، واش نظام التباري، شنو اللي كان عندهم؟ كان التباري والنظام المالي كذلك، كانوا عباد الله. وكان حتى هما حتى في التأطير ديال المدربين كانوا مجهدين بزاف. لقاش ذاك الوقت كانت فرقه مغربيه ولا منتخبات لعبوا مع تونس تم داو شكون اللي كان كينافس ديك الساعه؟ الترجي والافريقي والصفاقات والنجم الساحلي. شكون اللي كان كينافسهم؟ الرجاء والوداد وليفار. لقيتي المقابله الشهيره ديال الشمامي وي الفاس. ولكن هما كان عندهم نيفو عالي صراحه. 2004 هما الربيع العربي هو اللي تماما صحيح نزلهم دمرهم نزلهم. ساليتي التجربه ديال تونس وجيتي للوداد، وحنا الحمد لله في المغرب تحيدت هذيك العقده ديال اللعاب كان في الرجاء مشى للوداد والوداد مشى للرجاء، تحيدت الى حد ما بقاش. يا خويا ديك الوقيته كانت صح كانت مازال حاضره. كانت مازال حاضره. حسيتي بانه الرجاء يبقى لقينا على بيضاء انه مشى للوداد؟ حسيت بها. انا صبغوا لي الطوموبيل ديالي بالخضر ياك؟ كنضحك اش غادي ندير؟ لا فعلا، لان شوف كل مره مرور الكرام ما حتى واحد ما يتسوق لك. ولكن الفتره اللي من اسهل الفترات ديالي راه مع فريق الرجاء الرياضي، من ناحيه الالقاب ومن ناحيه الحب اللي جمعني بيني وبين جمهوريه الرجاء. وما عمرني يعني كانت عندي سابقه انني هزيت عيني ولا درت شي حركه بالنسبه للجمهور ديال الرجاء. جامي ما كانش. كان مسارك نظيف في علاقتك مع الحمد لله فهمتيني. دونك انا فاش مشيت للوداد وهي هو القرار بعدا باش تخاد، راه ماشي انتقاما من الرجاء ولا نو، ما كانش عندي كاع الفكره. لان جا السي منصور، لان هو كان ديك الساعه جاب لي انا غادي نجي من تونس. من تونس انا المشكل منصور كريمة. وي لان هو اللي كان داني السعوديه الشباب السعودي، تحيه ليه. فانا اللي رجعني من تونس شنو هو؟
هو تسمى عليك محترف، محترف هو اللي كتستافد ماديا وكرويا. وانا نمشي لتونس الاخر نهار في الميركاتو، دونك هما عندهم الدينار كان طالع الكيفالون ديالو هو الدولار تمام، ولكن كتضيع. فاش كتضيع؟ لانه عندك عندهم واحد القانون، النص ديال الصالير تخسرو في تونس والنص هو اللي تصيفط. داكشي علاش انا بغيت نرجع للمغرب. شنو داك النص تشري به التمر فوالا، وخصك تحولو للدوفيز وتصيفطو، دونك كتسمى ضايع. انت مسيين الكونطرا ديال عامين ونص ولكن ما تستافد والو. عيط لي منصور قال لي راه شنو كاينه، شنو كاين؟ قال لي راه كاينه لي فار، كاينه الجديده، كاينه الوداد. يا سلام، قال لي اختار. انا بحكم الولد ديالي انه ديك الساعه في كازا كيقرا، ما يمكنش تبدل ليه المدرسه ديالو، اختاريتي الوداد. اختاريت الوداد. والوداد شو سبحان الله العظيم، مع احترامي اللي كيعرفني انا ودي يحيى قبل منصور، كنت كنتبع لي فار، كليت العصات انا لي فار، سلت من المدرسه على ود لي فار، نقز تيرانات انا وسلت سي نورمال عادي. ولكن انايا فكرت في ولدي لانه ما يمكنش لك تسخر بقليه القرايه ديالو، سيرتو انه مع واحد الوليدات صغار غادي يبقى معاهم وهادي. خديت القرار، ولكن القرار كتحملو انت التبعيات ديالو، لان شوف أصعب موقف يقدر يطرى لك في عالم كرة القدم. يعني تقول لي لا مدرب، ولا تقول هو أنك تمشي للغاري. مشيت من الرجل الوداد ولا من الراجا، وسيرتو إلا كنتي متميز. شوف أخويا أنا درت عليا شوف شهرين ديال العذاب. سيرتو درتي ألقاء مع الرجاء. عمرني راه ما تعرضت لمواقف اللي صعيبة بزاف، ولكن ما عمرني كانت عندي ردة فعل، لأنه علاش حطيت راسي في بلاصة ذاك الجمهور. اعتبرتيها لأن كان واحد الحب جنوني تماما، فغيمون كان واحد العلاقة وطية بيني وبينهم، ولكن تيقولوا يستحيل. راه وصلوا لواحد الدرجة قال لك تلعب وما تلعبش في فريق الوداد الرياضي. مي كان الاختيار ديالي أنا خصني نبقى في مدينة الدار البيضاء. رجليك جات القدوم ديالك جا سخون. جيتي تتربح اللقب مع الوداد في واحد الموسم اللي غريب. دابا زكي مسكين دوز عام كامل جاسي رجحي فخر الدين باقى اربع المباريات، تدي الوداد اللقب وانت كنتي حاضر فعليا في هذاك. لا هي غير باش الامانه، جيتي الهدف ديال اللقب. ديال اللقب هي الامانه. فاش جيت فرق الوداد الرياضي بدا كان اكرم. ها السبب ديال اكرم اللي نقول لك شحال رينيو؟ خمسة دقائق. خمسة دقائق ديالاش؟ ديال رينيو باش نسيني معاه، باش نسيني معاه، لأنه كانت ربما من الأمنية، من الأمنية. لأن فريق الوداد الرياضي في 2003 مع الدبلالي هما اللي كانوا غادي يجيبوني، عطيتهم شهر ما التزموش. هي هذيك فاش عيطت لي السي حانات، سينيت مع فريق الرجاء الرياضي. شاءت الأقدر أني نرجع الوداد خمسة دقائق تا معايا، بغاني بغا يبني فرق، لأنه أكرم جا مجهد. يا وقيت كنقولوا ابراهيموفيتش. اكراموفيتش. صحيح صحيح. خمسة دقائق شحال تعطيني طنطان؟ شحال تعطيني في بريم سينيت؟ ما زادش معايا. المتطلبات ديالي سميتو قال لي تفضل زيد. وبدات المسيره. شناهي الواعره؟ الواعره هو غادي يجي الماتش ديال الديربي. راه واحد الاحساس صعيب. فريق داخل دابا انا بالنار، داخل في الشوط الثاني، وكان ربع النهائي ديال كاس العرش. تيران بلان. دابا انا بين نهارين، دابا الجمهور ديال فريق الرجاء. اين الماتش اللي كانت فيه هذاك الكره ديال رضا دو اليزال؟ هو هذاك الربع النهائي، هو هذاك الديربي، وانا رفقه فريق الوداد الرياضي، دونك انا خصني نرضي الجماهير ديال فريق الوداد الرياضي، لان كنحمل القميص ديالهم. رغم انهم هما كيصفروا عليا، علاش؟ لان كنت كنماركي عليهم فاش كنت في الرجاء، والرجاء صافرات استهجان وهذه سميتو، علاش مشيت للوداد؟ مي انا انسان محترف خصني نكسب على الاقل واحد الفئه، وصراحه ماركي جوج الاهداف، هذاك هو اللي صوفاني، هذاك هو اللي صوفاني، لانه فعلا ما فرحش احتراما لذاك الجمهور ديال فرق الرجاء اللي هزني واحد اربع سنوات او ثلاث سنوات ونصف احتراما ليهم، ما تم عطاوني الثقه وكسبت واحد الجمهور. ممتاز. وديتي اللقب هذاك الموسم؟ لا هذاك في 2007 اللقب خدينا في 2010. 2010 2010 صراحه. الموسم 2009 2010. هذاك عمري ما تنساليه. وبعدا نوجه تحيه لجماهير الوداد اللي باقا كتغمرني بالحب ديالها، وانا كذلك كنبدا في الشعور، لانه صراحه جمهور اللي ما يمكنش ما تعشقوش. انا ختم معك بنقط متفرقه السي مصطفى، انا ما سخيتش بهذا اللقاء معك. شنو المشكل عندك مع اوشلا؟ اوشلا هو اللي طور المستوى ديال مصطفى بيضوضان. ابو أهوي. انا سمعت هو اللي كان تيديرون جيمس بيضوضان. ولكن لان شوف اوشلا انا صغير هو فايتني، لانه هو بدا صغير في فريق الجيش الملكي، لقيت اللي انا لعبت مع فريق الفتح الرياضي، هو راه لعب تقريبا مقابلات كثيره في البريمير ديفيزي. ولكن انا كنت قبيح، ماشي قبيح مثلا، قبيح في الكوره، ما كنستسلمش دغيا،
واش لا بالخبره ديالو والتجربه ديالو راه ما يمكنش، راه من اصعب المدافعين اللي تقدر تجاوزهم، لانه لدرجه انك كتفكر ليه سيمانه قبل غير غادي نلعب مع داك الكراب عاوتاني اش غادي ندير معاه. والله العادي ما والله وشنو حكايه الشومبر 33؟ شومبر واحد النهار جالسين في كلوب ياسمين في تماره وغادي يلعبوا هذاك الديربي لاعبين الغد ليه انا واش صدفه الله اعلم خص تجيب واش لا يقول لك واش صدفه ولا لا، لان واحد الصباح غادي نخرج نفطر كنلقاه اونفاس معايا الشومبر اللي جالس فيه انا هو واخد الشومبر اللي اونفاس معايا واش الصباط ديال الحديد كيضرب فيه باق كتسمع باق باق تيزعزع. وانا اول ماتش ديالي مع ليفار كونتر ليفار كونتر ليفار اه ديك الساعه كان يلاه جاتو ظروف و تيقول لي انا مع جوهر في الشومبر تيقول لي عندك راكي وغير عندك وهذه سين انا قلت انا غادي نتصرط ليه قلت له اش غادي نتصرط ليه. وهذاك اول ما اول بيت ديالي ربحنا بجوج زيرو اول بيت ديالي مع ليفار ديك السما انطلقت المسيره ديال البيضه التهديفيه. مي واش لا فعلا من نوعيه المدافعين اللي طوروا المستوى ديالي، علاش؟ لانه في المقابله تيبقى حديك 90 دقيقه وانت خصك تربحو بالتركيز، لان لا في الارتقاء لا في واش لا ما خصكش تعطيه ما تعطيش الظهر ديالك. كان تبارك الله صحيح وسريع ولا طونط ديالو مزيان هو كذلك هو كذلك كيفكر تيفكر غادي ندير مع بيضودان. نسولك على الجرموني كان اجتماع في المنتخب وتسجلات امام العيون ديالنا ديك الحركه اللي دار كنتي ساقط في كارديو زويت ديك الحركه العنيفه عليك اللي كانت ربما زعزعتنا شويه. جرموني تبعناه من المنتخب الشبان ديال 97 حنا تبعينو. شنو حسيتي بانه رفيق ديالك في المنتخب زميل ديالك ديك الحركه وشتي من بعد في التلفازه بطبيعه الحال؟ لا تسول دابا الجرموني يقول لك تسول وتقول لي علاش يقول لك ما عرفتش، لانه بعض المرات اللاعب كيخرج على الوعي ديالو. انا براسي ما فهمتش، لان الكره كانت عاديه كورنير انا جيت نعطل لانه الدقيقه 90 جيت نعطل انا نعطلو انا كمهاجم هنا ربحي بواحد الزيرو لانه ديك الساعه جينا من الكاميرون رافع الكاس وغادي نلعبوا مع ليفار سيمانين من بعدها. دوك الدقيقه 90 انا سجلت الهدف ديال الفوز بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي وغادي نوقف حداه دفعني طحت وركبي على ظهري يلا يلا كنحك فيها تمام هو صافي العشيري غادي يخرج ليه الحمراء شويه كتشوف تبارك الله راه كتهضر على طن وبالطوله متر و98 وغادي ينزل عليك بديك الطريقه تلويتي شنك تتلوى في بلاصتك. اه لا اللي ناعشي فين راه تنقول انا شوف انا مسامح لي بعد الدنيا واخير كيبقى صديق ديالي والغلط الغلط كيوقع وهادي لانه هو كان غادي يدير فان كارير كاع هو قال ما هو ما قبلهاش لانه كنت غادي دير لي تنهي المسار الكروي ديالي ربي سبحانه وتعالى قال لي وهي اللي كتسبب بي الحمد لله كملت بها المشوار ديالي الحمد لله ويا اللي ضربت عليها البراوات في فارق الرجاء وضربت عليها البراوات في مخلص الثقل هذه ما نعتبوهاش تبقى من الاشياء اللي وقع في الكره كتوقع في الكره. غادي نسولك على بعض الاسماء ولكن قبل ذلك شنو كان تيوقع؟ ربما سمعت انا تيوقع اشياء كثيره ملي كنتي في المنتخب ربما حنا عندنا ديك الصوره ديال اللاعبين تيوقفوا الشعار الوطني واقفين لابسين تيلعبوا في الماتش بجديه وتيخرجوا ولكن سمعت بانه هذيك الجديه ما تتبقاش ملي تكونوا بيناتكم لاعبين ملي تكونوا في المطارات ملي تكونوا يعني هذاك الشيبو باصير كماتشو ربما ماشي ديك الصوره تبان في التيران ديال الناس يتقاطعوا القميص وانما حتى هما تيعيشوا حياتهم ديال الضحك والمقاليب والطرائف. ترى بعد الجيل 98 المقاليب ديالهم بوحديتها. اها نعطيك غير جوج الحوايج اللي عشتهم لانهم راه كاينين بزاف. كان عندهم واحد اللعب خايب دابا واحد النهار جالسين نديرين ليسكا في باغي لاعبين واقيلا في شي دوله افريقيه ما عقلتش المهم جالسين انا في الكرسي والكرسي اللي حدايا خاوي حاط فيه الباسبور ديالي في امان الله في امان الله في ديزيكي ديالي وعادي تندير بحال هكا تلقاش الباسبور ديالي الطياره غادي تقلع تيجي عندي الكابيتان الكحل تيقول لي فين الباسبور ديالك راه مصيبه تقول لهم الكابيتان راه حطيته هنايا وراه زو باصير عطاه الكاماتشو طلعوا الطياره جلسوا والله العادي وفينا واد بيضودان هذا اللي فينا هو خصهم دابا شنو خصهم يديروا خصهم يخصبوا لي لي سي باسي صافي كنقول لك الطياره غادي تقلع صافي تيقولوا راه خصنا عاد تم جاي الكابيتان الكحل انا جالس كنتسنى وكل شيء طلع الطياره كل شيء عادي راسك هضر من نومش لا ما وقعتكش انت بوحدك كاين اللي وقعت لشي لعبه اخرين شيبو
شيبو كما سحيدي الطام مصطام في لي كارد كيشي ديالو في الانجليز ديك الساعه في الانجليز هو في كاع في لا كارت ديالو الورق ديالو كاملين والله ما خداه هو من طيار كيعيط الى ما خدنيش داك كي اني لي بعدا لي كارد كيشي ديالو والله العادي راه ما عطاو لي حتى الروتو راه عطاو لي كان عنده واحد لابخيل بحق الله راني تبقى شي حوايج كنعيشوهم صراحه الناس ما كتعرفهمش داكشي علاش بعض المرات راه كتحتاج هاد لومبيونس اللي كتكون وديك كيندموك اصاحبي غنسولك على اسماء باش نختموا هذا الحوار الجميل ومن ذلك بن سليمان حسني بن سليمان الرئيس السابق ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دوز فترة طويلة رأس الجامعة من 94 حتى 2009 عرفنا مع صعود ونزول ولكن تبقى رجل رياضي كبير شنو تتذكر مع هاد السيد هذا؟ هو واحد لنا صراحة موقف اللي هو سي حسني بن سليمان قليل في كيظهر ودائما كيظهر في المواقف سميتو ودائما كان كيجي كيطلع لينا سنة طبيعة الشخص هكذا اه وي مي لا بأس نذكر بواحد الحادثة اللي أول مرة كان سي حسني بن سليمان كيجي يدخل عندنا للتيران كيدخل للتيران هو كان كنطرى واحد الشنائن بين انه نور الدين كيدخل في التشكيله وداك الشيء لا اساس له من الصحه وربما كان عنده شنائن بين بعض اللاعبين وهذه اللي هذاك الشيء وصل الصحف الاسبانيه وخصو يتخذ ديال الحق ديالو وجا السي حسني بن سليمان جا دخل عندنا التيران وكانت واحد المواجهه بينه وبين نور الدين سي نورمال لان الاخر كيدا الحق ديالو وربما نور الدين زاد فيه اول مره هز الصوت ديالو شي شويه قال لي بات صوتك قال لي لا مو جينيرال انا ضريت ولكن كان كيبغي نور الدين هو صراحه كان عنده واحد الاهتمام كبير للمنتخب الوطني واللاعبين طبيعه الحال صراحه تحيه لهذا الرجل اللي صراحه اعطى الشيء كثير للمنتخب الوطني رجل مواقف رجل بمعنى الكلمه قيس اللي بغيتي كتلقاه شنو تحتفظ الذاكره ديالك على نور الدين نيبت نور الدين ما كانش كيعجبو الفرق بين هدف محترف وهدف البطوله ممتاز نور الدين رجل بأتم الكلمة من معنى وبشهادة الجميع يعني كان وداك الشيء اللي شت انا بعدا كان هالشرويطه راه فعلا هالشرويطه ماشي راه تيقول لك حيت كاين شنو العميد وشنو القائد العميد راه هو اللي هالشرويطه ولكن ما عندوش ديك ولكن القائد راه قائد تيران وخارج تيران في العلاقات الانسانيه لدرجه واحد النهار رجع داك مول البريمات قال لي سير جيب كل شيء بحال بحال كل شيء جيب لي 3 مليون كان جاب نقص كان جاب ناقص كان لي رومبلاسون جيب لهم مثلا مليون ونص اللي تريم جيب لهم 5000 درهم قال لي سير تشد هاد الفلوس اجمع الشيكات ديال الدراري كاملين قال لي سير برضه. جيب شيكات كاملين ديال 3 مليون ماشي زعما غير اللي طبيعي الحال ديما اجمعنا ديما خصني نكون حداه غنختموا بالشخصيه ديال الركراكي اللي حضرتي معاه انت كلاعب شنو تذكر هذه الشخصيه هذه اللي هو الان قاد المغرب واحد الحلم كبير وتنتمناو له التوفيق في مساره بطبيعه الحال هو وليد كلاعب غير باش نحطوا الامور في النصاب ديالها هو لاعب كيقوم بالادوار الدور ديالو لانه هو كان كظهير ايمن كيقوم انا ما نقولوش مهاري او تكنيسيان ولا نو شي شكل ديال كافو مثلا كان انسان مجتهد في المكان ديالو في المكان ديالو كيقوم بالدور ديالو كيقوم بالعمل ديالو كان محترف بمعنى الكلمه رجل طيب رجل ديال الدعابه ولد قلبه كبير من راه نفس الشخصيه اللي كتشوفوا ربما هي الشخصيه ديالو تنمات لانه من بعد احترف من بعد ولج ميدان التدريب ميدان التدريب كاين شي حوايج ما خصكش تخدم فيهم العاطفه النهار اللي خدم هو العاطفه كلا العصا صحيح ودائما كتواصل مع والد وهو محدو راه كيتعلم تيقول لك حنا كنتعلم ربما خلصنا غالي وسيرتو في كاس امم افريقيا ولكن هذه غادي تعلموا بزاف ديال الامور لانه كره القدم او في مجال التدريب فراه لا مجال العاطفه ولا مجال المجاملات اللي كيسال شي مكانه ديال المكانه هو اللي كيسال شي حاجه هو اللي ياخذها فبالنسبه لي انا وليد انا كنبغيه بزاف كنا تنبغيو وناس كان واحد لقيته باغيني لانه هو كيخونو التعبير قال لهم مصطفى راه كان كنشطنا في 2004 ولا ما بغاش يقصد هكا وعيط ليا والله الا وعيط ليا واحد الصباح قال لي شوف مصطفى قال لي وليد انا راه كنعرفك سير
خدم مع راسك. خدم مع راسك راه ما تسوق ليا، لانه هو بغى يقصد بها بانه مصطفى واخا ما كان فروم بلاصو، ولكن من كان الشماخ ولا باه كيدخل كيمشي كيشجعهم وهذه سميت دونك. هذا هو اللي كان بحال غادي يطرا واحد سوء تفاهم وفضينا دغيا دغيا، وباقي التواصل وكنتمنى ليه التوفيق، ولكن كنوجه ليه رساله. كل الشعب المغربي راه في النجاح ديالك كلشي كان معاك، وفي الاخفاق صح حنا معاك، برافو عليك، ولكن لا مجال العاطفة والمجاملات خويا وليد. ممتاز سي مصطفى، سعيد باللقاء ديالك، تنحييك على المسار ديالك الاعلامي كيفاش دخلتي لهذا الجانب هذا، برافو، الله يوفق الله يوفقك. تنقول لك نتمنى نشوفك مدرب ان شاء الله، لان عندك الخصال كل التواصليه مع اللاعبين. كنت سعيد باللقاء معك في هذا اللقاء مطول صراحه. الا كان عندك كلمه اخيره باش نختموا هذا اللقاء هذا. وانا اسعد اخويا منصف، الله يكبر بك. اول حاجه انا شحال هادي كنتبعك وتتبع يعني المقالات ديالك ولا لي زانترفيو ديالك، انسان اللي في المستوى، انسان اللي متواضع ملم وكيبغي المهنه ديالو، ولي شرف اني انا من ناديتي عليا، لي شرف اني نحضر معك لانه كنعرف القيمه ديالك وكتعطي للضيف حتى هو القيمه ديالو. فالكلمه نتمنى المنتخب الوطني المغربي يكون دائما في احسن الاحوال، كذلك نتمنى مسار موفق لطريق سكيتيوي في اولمبياد باريس، لان عندنا الامكانيات باش نكونوا في البوديوم ان شاء الله. الله يوفق الجميع. سي مصطفى سعيدت باللقاء بك، شكرا بزاف، سعدنا كلنا بلقاء سي مصطفى، شفنا الوجه الاخر، شفنا شاهدت على وقائع اللي ربما ما كانتش معروفه من قبل. الى ان نلتقي في حوار اخر مع ضيف اخر ووقائع اخرى، طاب يومكم.